إذن أخذنا بفضل الله. لماذا ندرس التوحيد؟ صحيح؟ لماذا أقول أنا؟ ماذا أخذنا؟ أي فائدة يحسن السكوت عليها؟ ها يا أخواننا، فائدة. نعم الشيخ، أنواع الذبح ثلاثة: ذبح لله، وذبح لغير الله محبة وتعظيم الشرك أكبر، وذبح جائز. أرفع صوتك. ها نعم. نعم، لا تتكلم بالألفاظ الشركية. أنواع الشفاعة تنقسم إلى قسمين: مثبتة ومنفية. والمثبتة قسمين: خاصة وعامة. غيره. شروط الشفاعة: الإذن والرضا عن الشافع، رضا عن المشفوع له. شروط الدعوة لله خمسة: الإخلاص، العلم الشرعي، معرفة حال المدعو، الحكمة، الصبر. الهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق. نعم، ما شاء الله تبارك الله. لا، الدعاء انقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة انقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله، وفيما يقدر عليه المخلوق. الصح بشروط أربعة، مثل الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة. ولا شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون. إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل. نعم، أدلة إجمالية كثيرة. ومن أدلة السنة حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، نعم، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. التوحيد حق الله العباد، وأوجب الواجبات وأول الواجبات. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يعني أعياد الكفار ما نشاركهم، ولا نشاركهم في أعيادهم، ولا في الذبح عندهم، ولا بيع الحلوى، ولا غيره. أرفع الشيخ صوت. الشفاعة، أنواع الهداية، خمسة شروط، الدعوة إلى الله، أتطلب من حي لا ميت، وحاضر لا غائب، وقادر لا عاجز تعتقد أنه سبب. وقلنا انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب، في الاعتقاد في الأسباب، صحيح، إلى صحيح والشرك أكبر والشرك أصغر. الصحيح أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى السبب سبب. عنده ألم في البطن، أخذ شيء من النعناع وضع عليه النار وشرب ماء حار يعني وشرب، يصح؟ سبب حسي. أو أخذ دواء قال: بسم الله اللهم اجعل فيه شفاء، بنادول مثلا أو ملين للبطن مثلا، يصح؟ صح، ما في إشكال. أو أخذ يقرأ على بطني وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الفاتحة، يصح؟ تمام. إذن إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب يصح، مثل الدواء أو الرقية الشرعية. تمام. وإذا وضع رأس الثورة عن الذئاب، الحافر، النعل القديمة، إطارات السيارات، النعل، الكف، خمسة وخميس وكذا، هذا إما شرك أكبر أو شرك أصغر. وقلنا إذا كان المعلق من القرآن لا يجوز لدخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى والتمائم، وكراهية السلف منه ابن مسعود رضي الله عنه، وفتح باب شر وامتهان للقرآن.